من المغرب مهندس احمد كريم سلمان من العراق كنت محتاجه فعلا مساعدة ومساعدة ان اقدم جزيل الشكر للقناه شكرا من كل قلبي لقناه من كل الالوان امتناني لمصداقيتها كرمال هيك انا بحب اشكر اصحاب القناه بحب اقول لهم شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن منحه دراسيه ممتازه جدا بس قبل ما اتكلم عن المنحه دي حابب اوضح لقناتنا قناه منح من كل الاوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر ودي القناه الخاصه بينا بالاضافه كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا هتلاقوا عليه فرص ومنح كتير جدا فياريت تتصفحوا القناه والويب سايت عشان تعرفوا على احدث المنح الدراسيه كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهوله طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده بالنسبه لمنحه النهارده هي منحه الحكومه الايطاليه المموله بالكامل والتي بها راتب شهري كبير 900 يورو خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر اول حاجه بالنسبه للدوله اللي هيكون فيها الدراسه زي ما احنا دوله ايطاليا وطبعا احد الدول الاوروبيه القويه ودوله قويه جدا اقتصاديا وعلميا وفي كثير من المجالات بالنسبه للجهه المانحه اللي بتقدم المنحه دي هي وزاره التعليم العالي الايطاليه تمام اللي هي يعني تبع الحكومة الإيطالية و يعني الاسم بتاع الجهة المانحة هي وزارة التعليم العالي. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم جميع الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دول عربية أفريقية آسيوية تقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة تمام؟ تقريبا أغلب الدول العربية بتكون متاحة للتقديم فيها بدون أي مشكلة خالص. بالنسبة للمرحلة الدراسية المتاحة للمنحة دي متاحه لدرجه الماجستير والدكتوراه فقط، يعني لو انت عايز تدرس ماجستير او دكتوراه متاح، لو انت في اخر سنه من البكالوريوس وعايز تدرس ماجستير متاح، لو انت في اخر سنه من الماجستير وعايز تدرس دكتوراه متاح، انما دراسه البكالوريوس او الليسانس غير متاح في هذه المنحه، تمام؟ طيب بالنسبه للتمويل عندنا تمويل ممتاز جدا بالنسبه للمنحه دي، اول حاجه رسوم الدراسه كامله بالمجان، مش هتدفع اي تكاليف خالص للدراسه، كل تكاليف الدراسه هتكون على حساب المنحه. بالمجان تمام؟ تاني حاجة عندك راتب شهري كبير جدا عندك 900 يورو بيقدر يكفيك شهريا من سكن من طعام من أي احتياجات شخصية بتقدر ال 900 يورو دول اللي هو الراتب الشهري يغطوا لك تمام؟ عندك كمان التأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث بتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان ما تنساش إن الإقامة في إيطاليا بتسمح ليك بدخول دول التشنغن زي ألمانيا والنمسا وغير من الدول بدون تأشيرة وتتجول فيها بحرية ودي من ضمن المميزات الجميلة جدا للإقامة في إيطاليا، تمام؟ طيب بالنسبة هنا عندنا طبعاً هنا موجود جروبنا على الواتس ياريت تنضموا عليه عشان توصلكم أحدث المنح الدراسية وبرضو جروبنا على التليجرام، تمام؟ طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي عندنا تخصصات عديدة عندك التخصصات الهندسية بجميع أنواعها، عندك العلوم، عندك التكنولوجيا، عندك الهندسة المعمارية، عندك التصميم، الاقتصاد والإدارة، عندك تخصصات عديدة جداً. بالاضافه كمان احنا قلنا ان المنحه دي هي اه يعني منحه حكوميه فبالتالي هي مش جامعه انت بتدرس فيها وانما هي منحه من الحكومه يعني ايه؟ يعني انت بتشوف الجامعه اللي انت عايز تقدم ليها تمام؟ مثلا فليكن انت عايز تقدم لجامعه في روما تمام؟ فبتختار الجامعه دي وبتقدم عليها و اه والحكومه او من منحه وزاره التعليم العالي هي اللي بتمول لك الدراسه في الجامعه دي تمام؟ فانت اللي بتختار الجامعه اللي انت عايز تقدم فيها بنفسك. وبترتب كل الامور في الجامعه دي بنفسك، فهنا احنا قلنا متاح التقديم لاي جامعه في ايطاليا حيث ان المنحه سوف تمول دراستك في الجامعه التي سوف تختار وتقبل فيها، تمام؟ بالنسبه للاوراق المطلوبه عندنا الاوراق بسيطه مش معقده، مطلوب منك صوره شخصيه ليك، صوره الهويه الوطنيه او صوره الباسبور، كشف الدرجات لاخر مؤهل دراسي، تمام؟ آه كشف الدرجات ده اللي هو الترانسكريبت بتاعك، كمان مطلوب منك السي في بتاعك سيره ذاتيه، مطلوب تعمل خطاب نيه بشكل احترافي وكمان تضع خطاب توصية تمام كده طيب فدي الأوراق المطلوبة وأوراق بسيطة مش معقدة خالص عندنا هنا بعض الملاحظات بيقول لك يجب ألا يتخطى سن المتقدم للماجستير 28 عاما و30 عاما للدكتوراه يعني هنا المنحة دي مشروطة بسن معين لازم سنك ما يعديش 28 سنة لو هتقدم للماجستير ولازم سنك ما يعديش 30 سنة لو هتقدم للدكتوراه تمام كده كمان يمكن ارفاق اي شهاده لغه انجليزيه للتقديم فيها المنحه دي مشترطه شهاده لغه ولكن مش طالبة ايلتس او طفل يعني لو عندك بقى شهادة لغة مثلا واخدها اونلاين من اي مركز من اي معهد بتقدر ترفق الشهادة دي وانا سابقا كنت عملت فيديو عن كيفية الحصول على شهادة لغة انجليزية اونلاين فبرضو الفيديو ده هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو هتلاقوا فيديو كيفية الحصول على شهادة لغة انجليزية اونلاين لو انت مش معاك شهادة بتخش تعمل اختبار سريع اونلاين وبتحصل على شهادة لغة انجليزية تمام فدي برضو حاجة جميلة جدا كمان يمكنك التقديم اذا انت خريج او في اخر سنه من المؤهل الحالي زي ما احنا قلنا لو انت في اخر سنه تقدر تقدم لو انت خريج برده بتقدر تقدم تمام بالنسبه لكيفيه التقديم بيتم ملئ ابلكيشن التقديم للجامعه عندك طريقتين او مش طريقتين يعني عندك خطوتين لازم تعمله الخطوه اللي انت لازم تعملها انك لازم تملا ابلكيشن المنحه تمام الخطوه الثانيه اللي انت لازم تعملها انك تقدم لاحد الجامعات ليه لان انت لو حصلت على قبول من المنحه لازم تحصل على قبول من الجامعه اللي انت عايز تقدم عليها تمام؟ فانت قدمت للمنحه يبقى لازم تقدم لجامعه ولما تتقبل في الجامعه دي المنحه بتمول لك الـ الـ الدراسه بتاعتك فيها تمام؟ بالنسبه لاخر معاد للتقديم في المنحه دي هو 13 يوليو 2021 طبعا ده اخر معاد للتقديم في المنحه في ابلكيشن المنحه انما التقديم في الجامعه ممكن تاخد وقتك فيه ليه؟ لانه مش مهم انت لو جالك القبول في المنحه ساعتها ممكن انت تقدم في الجامعه او تقدم في الجامعه من دلوقتي في كلتا الحالتين الامر واحد تمام يعني ممكن تعمل خطوتين مع بعض أو ممكن تعمل الخطوة مثلا اللي هي التقديم للمنحة وتستنى مثلا نتيجة تمام وبعد كده أنت معاك قبول من منحة فبالتالي بتدور على قبول جامعي تمام كده أو بتعمل الخطوتين مع بعض. طيب عندنا هنا ملاحظة ما تنسوش إن قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية زي اللي إحنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة أنت عايزها خدمة تجهيز الأوراق وخدمة التقديم على الكورسات. ولو حابب تقدم على المنحه دي من خلالنا يبقى تختار خدمه التقديم بشكل احترافي وهنساعدك في التقديم للمنحه دي بشكل احترافي جدا ونجهز لك الاوراق المطلوبه ليها ولو عايز اي خدمه الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده وكمان رابط خدماتنا الاضافيه بتلاقيه هنا بتملى استماره الخدمه اللي انت مهتم بيها واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الاعلان الرسمي تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي للمنحه دي عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصه بالمنحه هيفتح معانا هنا يا جماعه ملف بي دي اف ده في كل التفاصيل عن المنحه من الشروط المميزات التفاصيل كل حاجه في في, في المنحه وكل تفصيله هتلاقيها موجوده هنا كاتب لك الديدلاين هنا 13 يوليو 2021 كل التفاصيل هنا هتلاقيها مذكوره ذكر لك كمان التمويل كام كل حاجه هتلاقيها موجوده هنا عندك ومشروحه بالملي هنا التمويل كمان بيقول لك 900 يورو شهريا كل ده هتلاقيه موضح هنا في الاعلان الرسمي تمام؟ طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفيه التقديم هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي هيفتح معاك ابلكيشن التقديم للمنحه هنا اللي هنركز عليه ابلكيشن التقديم للمنحه اما التقديم للجامعه فانت بتقدر تختار اي جامعه انت عايزها ومتاح فيها التخصص اللي انت عايز تقدم عليه وبتقدم عليه مباشره وفي القبول في المنحه والقبول في الجامعه بيجتمع هما الاثنين او كان المنحه بتمول لك دراستك مباشره في الجامعه تمام فده ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده طيب هيفتح معاك اليوزر نيم والباسورد انت ما عندكش لا يوزر نيم ولا باسورد لسه انت جديد على الموقع تعمل ايه تروح تعمل ريجستر تسجل الاول اكونت على الموقع بتاع المنحه نفسه تمام هنا بيقول لك لازم توافق على الشروط تروح تضغط على كلمه اكسبت دي وتوافق وبعدين تضغط على اكسبت هنا تمام وبعدين تخش بقى تبدا تملا الفورم بتاع الريجستريشن ده الفورم بتاع الريجستريشن اللي هي البيرسونال داتا تحط اسمك اسم العائله الجندر بتاعك تاريخ ميلادك الهويه بتاعتك ترفق صوره الهويه بتاعتك تمام تحط بقى تعمل كرييت يوزر نيم وتعمل كرييت للباسورد من هنا تحط الايميل بتاعك وتعمل كونفيرم للايميل وتضغط اي اكسبت وتحط الكود ده وبعدين بتضغط على كلمة ريجستر لما بتضغط على كلمة ريجستر خلاص يبقى انت كده عملت اكونت بنجاح على موقع المنحة بعدين بترجع تاني هنا للجزء بقى بتاع اللوجن تمام بنرجع للجزء اللوجن هنا بتروح حاطط اليوزر نيم والباسورد اللي انت عملتهم فانا مثلا سبيل المثال احط اليوزر نيم بتاعي تمام احط اليوزر نيم بتاعي هنا وبعدين احط الباسورد بتاعي تمام وبعدين اضغط على ساين ان او اللوجن دي تمام؟ عشان بقى ادخل للابلكيشن بتاعي تمام؟ طيب هيفتح معانا دلوقتي الابلكيشن الخاص بيا هتروح انت حضرتك اول لما يفتح معاك الابلكيشن الابلكيشن هيفتح معاك دايركت لكن بص انت لو لاحظت هنا انا عشان بدات ابلكيشن بالفعل فبيقول لي انت عندك ابلكيشن موجود بالفعل والابلكيشن ده درافت انت معمول له حفظ او انت عامل له حفظ تمام؟ فانا عامل الابلكيشن بتاعي حفظ ولكن انت لما يفتح معاك الصفحه هتفتح معاك الابلكيشن من البدايه خالص. فانا دلوقتي هرجع تاني افتح الابلكيشن اللي انا كنت عامله تمام عشان اوريكم ايه اللي داخل هذا الابلكيشن وتملا كل حاجه فيه ازاي تمام كده فهنشوف دلوقتي الصفحه هتظهر معانا طبعا الابلكيشن بتاع المنحه او الكول في ابلكيشن بيظهر معاك بثلاث خطوات الخطوه الاولى بتحط بياناتك الشخصيه الخطوه الثانيه بتحط معلومات عن الكورس والجامعه اللي انت عايز تقدم عليها والخطوه الثالثه بتحط الوثائق بتاعتك فدي في الخطوه الاولى البيرسونال داتا هي نفسها اللي احنا كنا عملناها في كانها هنا انت بتضيف معلومات بس زياده يا يعني بتحط الجنسية بتاعتك زيادة بتضيف بقى التفاصيل ايه الاضافية يعني عن عن الباسبور يعني او الهوية بتاعتك مكان الاستخراج الهوية الكلام ده كله تمام؟ طيب خلصت انت البيرسونال داتا وحطيت بياناتك الشخصية تقدر تكلمت نيكست وتخش على الخطوة اللي بعدها فالخطوة اللي بعدها هنا بتختار الكورس داتا انت عايز تقدم على ايه؟ بتختار يا اما دكتوراه يا اما ماستر اوف ساينس تمام؟ ماستر اوف ساينس بيندرج تحتها التخصصات كتيرة بقى تخصصات هندسية وغيره من التخصصات تمام او هاير ارتستيك اديوكيشن تمام او ريسيرش اندر اكاديميك سوبرفيجن بس انت تحاول تختار بي اتش دي او ماستر اوف ساينس تمام لو ماستر تختار دي لو بي اتش دي هتختار دي تمام طيب انا اخترت مثلا ماستر اوف ساينس وحطيت الكورس اللي انا عايزه سيفل انجينيرنج واخترت مثلا انا ناوي اقدم على جامعه اسمها يونيفرستي اوف ميلانو على سبيل المثال وبتحط المدينه وبتحط طبعا انت هتاخد الكورس ده بالانجليزي ولا بالايطالي فبتختار انا عايز الكورس ده بالانجليزي وبتحط بقى اثبات آه اللغه الانجليزيه تمام اثبات اللغه الانجليزيه زي ما احنا شرحنا قلنا بتجيب اي شهاده لغه او بتعمل شهاده اللغه الاونلاين اللي انا كنت شرحت عنها سابقا خلصت الخطوه دي بتروح للخطوه اللي بعدها خطوه دوكيومنتس هنا بترفق الاوراق بتاعتك هنا بيقول لك حط السي في بتاعك هنا بقى الترانسكريبت كشف الدرجات خطاب توصيل عندك خطابات توصية بتضيفها اي وثائق اضافيه عندك شهادات تطوع شهادات كورسات اي حاجه بتضيفها هنا لو معاك اي اختبارات زي السات التويفل الحاجات دي بتضيفها طبعا الاكزامز والاني اذر دوكيومنتس دي مش مطلوبه الزاميا حتى كمان الريكومنديشن ليترز مش مطلوبه الزاميا تمام آه مش مطلوبين الزاميا عندك اللي مطلوب الزامي لازم تحطه السي والترانسكريبت دول الزاميين اما الباقي الاشياء دي حاجات اضافيه ولكن يستحسن تحط خطابات توصيه عشان تدعم من طلبك اكتر اما بالنسبه للاكزامز دي مش مطلوبه بشكل الزامي تمام وهنا بنيجي بقى لجزء خطاب النية آه الموتيفيشن ليتر بيقول لك لازم تحط فيه 1000 كاركتر تمام بحد اقصى وبتكتب بقى ليه انت عايز تنضم للمنحة دي هتفيدك في ايه مستقبلك هيكون ازاي انت شايفه كل الاشياء دي بتحاول توضحها هنا تمام كده وبعدين بتضغط على المربع ده انك موافق على كل الشروط والاحكام وبعدين بتضغط على كلمه نجست. تمام مثلا انا دي طبعا على سبيل المثال انا مش هعرف اخش للخطوه اللي بعدها اللي لازم احط الملفات سي في والترانسكريبت ولازم اكتب الموتيفيشن لتر ولكن بعد لما انت بتضغط على كلمه نجست مفيش خلاص يعني كله بيبقى انتهى بيظهر لك زي سامري كده للابلكيشن بيطلع لك زي ملخص لكل اللي انت كتبته وبعدين بتضغط على كلمه سن يبقى دي تعتبر اخر صفحه بتحط فيها البيانات اللي اللي بيطلع لك بعد النجست هو السامري ملخص وبعدين بتضغط على كلمة سند او ارسال للأبليكيشن وبكده يبقى انت قدمت للمنحة بنجاح المنحة بنجاح تمام كده فصراحة منحة ممتازة جدا ممولة بالكامل فيها راتب كبير صعب انك تلاقي منحة كده سهلة متطلباتها مش معقدة وبراتب شهري كبير ومميزات كتيرة زي دي فانصحكم تقدموا لها وما تنسوش خلاص مفضل شويه تطويل على المنحه تقريبا اربع ايام وانتهي التقديم فحاولوا تسرعوا وتقدموا للمنحه في وقت وكمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو حابين تقدموا بشكل احترافي للمنحه من خلالنا وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق ولا ليكم في المنحه دي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته